وزارة الداخلية أعلنت عن الافتتاح وبدء تشغيل المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة. افتتاح وبدء التشغيل للمقر الجديد لمديرية أمن القاهرة جاء ضمن خطة متكاملة للتحديث والتطوير تنتهجها وزارة الداخلية لتواكب متطلبات العمل الأمني. المقر الجديد بالقاهرة الجديدة أنشئ على أحدث الطرز المعمارية ومجهز بساحة انتظار داخلية تسع ل 600 سيارة، إضافة إلى أخرى خارجية تسع 220 سيارة. يضم المقر الجديد أماكن مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. المقر الجديد مزود بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية من أجل تقديم خدمة أمنية عصرية للمواطنين، وهو ما بدا واضحاً في غرفة إدارة الأزمات المجهزة بمنظومة متكاملة من كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والميادين لمتابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة. غرفة عمليات النجدة بها أحدث منظومة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها من خلال ربطها بالخدمات الأمنية الميدانية، مع تزويدها بتقنيات لفحص البلاغات إلكترونياً من أجل تقديم خدمة فائقة للمواطنين. ويضم المبنى غرفة المراقبة الأمنية. مركزاً للتدريب على تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة العاملين بالمديرية في التعامل مع التطبيقات الأمنية المستحدثة. مركز إعلامي متطور تم دعمه وتزويده بأحدث الوسائل لرصد وتحليل شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها. وقاعات اجتماعات ومحاضرات بتجهيزات تكنولوجية متطورة. الصرح الجديد لمديرية أمن القاهرة إنما هو انعكاس لمنظومة التطوير والتحديث الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمعدلات الأداء الأمني وبما يتماشى مع التطوير الشامل الذي تشهده البلاد نحو بناء الجمهورية الجديدة.